الدولة اتفقنا قبل الفاصل هنتكلم على نقطتين في الوقت المتبقي، اللي الدولة المصرية عملته لمواجهة التغيرات أو التذبذبات زي ما حضرتك قلت علشان احنا نقدر ناكل ونشرب يعني. صحيح. يعني احنا في تحدي لتوفير غذاء بسبب ان مصر جغرافيا احنا في منطقة صحراوية على مستوى العالم، أكبر منطقة صحراوية في العالم كله اللي مصر فيها دلوقتي اللي هي الصحراء الكبرى الإفريقية. مصر الدولة رقم واحد في العالم في الجفاف، في قلة المياه، ولولا نهر النيل، نهر النيل غير هذا الموقع الجغرافي طبعاً. خلى مصر أفضل من كثير من الدول، ولكن الحصة المائية من نهر النيل محدودة بالسد العالي اللي هي 55.5 مليار متر مكعب. من 60 سنة كان عندنا هذه الكمية وكنا بنزرع بيها ونطلع غذاء ل 30 مليون نسمة. الآن احنا مطالبين بغذاء ل 105 مليون نسمة، ومعانا يجي 19 مليون ضيوف معانا ايضا بيشاركونا، فاحنا عايزين بنفس كمية المياه ننتج غذاء للرقم الجديد. عملنا هذا إيه بقى؟ التحدي الكبير هو بقى عملنا استنباط لأصناف زراعية جديدة تعطي إنتاجية مضاعفة وتستهلك مياه أقل وتقعد فترة زمنية في الأرض أقل، لأن ده هيبقى أيضا توفير في الري. على سبيل المثال الأرز بدل ما يقعد 150 يوم ممكن يقعد 120 يوم ويديني نفس توفير 30 يوم، ده معناها توفير على الاقل 3 4 ريات مع نفس الانتاجيه. لا ده كمان الانتاجيه ضعفنا الانتاجيه اكتر. اصبح الفدان كان بينتج 2 مليون طن ارز، تمام، الان بينتج 4 و4.5 واحيانا 5 كمان. ايوه، فاذا ضعفنا الانتاجيه بكميات مياه اقل من المستخدم. هذا نفس الشيء في القمح. نعم، القمح ايضا الفدان كان بينتج اقل من 10 ارداب. ايوه، كان حوالي 8 ارداب. ايوه، حاليا تعدينا ال 20 ارداب في المتوسط. وفي بعض الاراضي طلعت 30 أرداب، بتدي أكتر، بتدي يعني هنا هي. يعني الفدان تقريبا 3 أفدنة بالظبط أو على الأقل فدانين بالظبط. فإحنا عندنا المساحة الزراعية اللي إحنا بنزرعها حاليا تقترب من 10 مليون نسمة، 10 مليون فدان. إنتاجية ال 10 مليون فدان تساوي 18 مليون فدان، تمام، يعني إنتاجية مضاعفة. ولذلك مصر دولة من أفضل 10 دول في العالم في الإنتاجية. لما نقول الفدان بيعطى قد ايه ارز، أيوة، او الفدان بيعطى قد ايه قمح، او أيوة، بيعطى قد ايه بصل او غيره من المحاصيل، هنجد ان مصر في من احسن 10 دول في العالم في الانتاجيه. مصر لما البعض بيتكلم ويلوم ان مصر المستهلك الاول للقمح في العالم، هذا صحيح، ولكن ايضا في نفس الوقت مصر الدوله الاولى في انتاج القمح على مستوى القاره الافريقيه. طبعا واحنا على مستوى الشرق الاوسط ايضا، يمكن بعد تركيا فقط. نعم، فاذا مصر هي اكبر دوله منتجه للقمح في القاره الافريقيه. صحيح لعدد السكان الضخم، فاحنا بنستهلك قمحنا كله اكتر وبنستورد تقريبا قده. فاذا الانتاجيه كانت هي المفتاح لحل مشاكل مصر الغذائيه. وهنا الانتاجيه احنا ايضا الاصناف الجديده تقاوم بعض التذبذبات المناخيه لانها موجوده من زمان. ايوه طبعا، مفهوم ارتفاع الحراره او انخفاضها. طبعا طبعا، ده اي المحاصيل كانت بتعرض له، وكان بيحصل بالفعل المزارع دايما يقول لك السنه دي ده المحصول كان كويس. صحيح. او المحصول لا ما كانش كويس. صحيح. فاذا ده كان الحل لتقليل الفجوه الغذائيه. الفلاح عارف